اسمي آمنة خالد القبيسي، عمري 18 سنة. أنا إماراتية فخورة بتمثيل الرياضة اللي أحبها. اتشرفت بفرصة التعرف على بنات ملهمات والشغل معاهم. كان في منهم طبيبة أسنان، كاتبة ومختصة بعلم النفس وخبيرة لياقة بدنية، وأكيد لما تتنوع المجالات تتنوع الخبرات. وكبنات، بنات عربيات، بيني وبينهم في كثير أشياء مشتركة، ضحكنا وبكينا وفي بعض الأوقات ألمنا، لكن هذا كله ما كان إلا خطوات بدرب المجد. الشيء المضحك بالموضوع كان أني أنا كنت مدربتهم. من خلال وجودنا مع بعض وعملنا كفريق، صرنا نحس أن الشخص واحد يتمتع بالتفكير العميق، باللياقة البدنية، بروح المنافسة، وبالقدرة على التغلب على أي انكسار يواجهنا. مرات الكل يقول لي كيف تقدري تعملي هاي الشيء؟ وجوابي يكون سوي هاي الشيء لنفس الدافع اللي عندكم، لننمو معا كأشخاص ولنبين للعالم قدراتنا الحقيقية.